النقص موجود ومن قبل والتقسيط والتوزيع بالنسبة للقطاع هذا نقول لك من السبعينيات موجود، وكان حتى ديكوتا كانوا عندنا يهود لهين بالقطاع متاع المطاحن والكل، ويجتمعوا كل مرة وكل هذا القسط اللي عندك مش به. ولذلك هذا زيد على ذلك إن شاء الله يكون يتوفر لنا المنتوج. احنا صراحة من للأسف ممكن نتيجة اختيارات غير صائبة، حتى كنا قبل نوفروا أكثر قمح صلب ونصدروه ونستوردوا الفرينة، الآن الاثنين ولينا نستوردوا هذا وذاك. الفرينة هو القمح زيد المساحات الفين مخصة، هذه سياسة عامة، سياسة عامة، ولكن نجم نحكيه فيها مع بعضنا أهل المهنة ينجموا يقولوا، واختيارات وتلقى الاختيار. إذا كان باش يكون عندك نقص في كذا مليون قنطار تبدأ متهيأ. زيد الحرب اللي هي تأثر، تعرف روسيا وأوكرانيا.